موروث اجتماعي وتاريخي خاص تشتهر به محافظة مطروح بطابعها القبلي الذي يميزها خاصة خلال شهر رمضان. المطبخ المطروحي يتميز خلال الشهر الكريم بالأكلات البدوية التي تبدع فيها المرأة البدوية، ومن أبرز هذه الأكلات الأرز الأحمر والأرز بالخلطة والمكرونة الجارية التي يطلق عليها المبكبكة. كما تشتهر محافظة مطروح باللحم البرقي الذي لا تخلو منه المائدة الرمضانية. صلة الرحم والإبقاء على التجمعات هي أهم الطقوس التي يحرص أبناء المحافظة عليها، خاصة في الشهر الكريم الذي يتم استغلاله ليكون شهر التسامح وعقد جلسات الصلح وحل النزاعات. عادات وتقاليد خاصة خلال الشهر الكريم يحرص أبناء البادية في محافظة مطروح على التمسك بها إحياءً لطقوسهم ولموروثهم الخاص.